المكتبة أبحث. لاحظت هذا شيء، الكرة الأرضية، فقررت أن أعمل لكم يعني ستايل جديد تبع الفيديوهات، هو يعني أقوم بإدارة الكرة الأرضية وأقفها في بلد معين، ليس بالأحرى أن يكون بلد نعرفه، يعني أقفها يعني، وبعدين بمساعدة هذا الكتاب عشان هيك، بس كلب كلب في حتى هناك ديك كمان. مصمم يعني. أو القابس يعني بعيد، ما بدي لبك حالي وجيب واصلة وهيك يعني، يلا السريع. أوكي بسم الله. الإسلام
والأبيض للأقليات من غير المسلمين، لأن مثل ما نعرف أن الباكستانية بلد مسلم طبعا، هنالك بعض الأقليات مثل البوديست يعني وبعض الأقليات الأخرى. يمكن هنالك بعض الديانات والاعتقادات التي نحن لا نعرفها بما أنها تكون في قرى أو متاجر. فهنالك الكثير من البلدان التي فيها جزر أو قرى أو متاجر بعيدة عن الحضارة، عن الدين والأفكار ويعني التطورات والفتوحات لا تصلها أصلا. أتذكر مرة كنت سمعت درس يعني يمكن زيد من هو العلامة اللي قام بهذا الدرس حول الإسلام، فقال أنه مرة لما وقعت زلزال تسونامي وهيك ذهبوا لبعض بعض الجزر، فوجدوا بعض الجزر الصغيرة يقيم بها يعني أقل من 100 شخص، فسألوا يعني شخص يسكن هذه الجزيرة، قال لهم يعني نعيش منذ ولادتنا لا نعرف ما هو الله وما هو يعني ما نعرف ولا شيء على الدين أو العبادة أو هيك. من بين الأشياء اللي قال لك خلت هذاك الإنسان يقعد مدة أطول في هذه الجزيرة لكي يعني يثقفهم و إلى آخره. باكستان سياسيا الاسم جمهورية باكستان الإسلامية، تاريخ الاستقلال 1947، نظام الحكم جمهوري فيدرالي، المساحة 800,003,940 كيلومتر مربع، العاصمة إسلام آباد، أهم المدن كراتشي، لاهور، فيصل آباد، روال باندي، حيدرآباد. العملة الروبية الباكستانية، لأن الروبية هي عملة متداولة جدا في بعض الدول، هنالك الكثير من الدول يعني تستعمل عملة الروبية، مثل الدينار والدرهم والريال. أظن الديانة 97% للإسلام، سنة 77%، والشيعة 20%، البقية مسيحية 3%، منقسمون حول المسيحية وهندوسية وديانات أخرى. مثل ما قلت يعني هنالك بعض الديانات التي يمكن ما نعرفها أصلا. اللغة الأردية والإنجليزية الأردية هي مثل اللهجة المحلية لسكان باكستان. القدرة على الكتابة والقراءة 49.9%، يعني تقريبا النصف، يعني نسبة الأمية في باكستان. باكستان سكانا عفوا باكستان جغرافيا، الموقع تقع باكستان في جنوب آسيا، وهي أكبر دولة إسلامية في العالم، يعدها من الشمال الشرقي الصين، ومن الشرق الهند، ومن الغرب أفغانستان، ومن الجنوب الغربي إيران، ومن جنوب الشرقي بحر العرب. الواضح هنا في الخريطة السطح سهول منخفضة في الشرق، جبال في الشمال، والشمال الغربي مرتفعات في الغرب. المناخ في معظمه حار، صحراء جافة معتدل في الشمال الغربي وقطبي في الشمال. باكستان سكانا كانت على تاخذوا فكرة على العروق، عدد السكان 172.5 مليون نسمة، نسبة النمو السكاني 1.99%. المجموعات العرقية بنجابي، سندي، ياشتون، بالوشي، مهاجر. نسبة الخصوبة 3.73 طفل مولود على امرأة. أمل الحياة، معدل الحياة يعني المعدل السني 64.13. ننتقل إلى
كازاخستان ايه وش الموضوع؟ كازاخستان كازاخستان هو علم عالم هو عالم الدولة. كازاخستان سياسيا اسم البلد جمهورية كازاخستان، تاريخ الاستقلال 1991، نظام الحكم جمهوري رئاسي، المساحة 2,717,000، العاصمة أشتانو، ولكن حسب معلوماتي فريق أشتانا يقوم ب عندهم فريق اسمه أشتانا يقوم بال ينشط يعني في الدوريات الأوروبية، وهنا في الكتاب حطينا تبع لآسيا لأني لما أشوف مباريات الأوروبا ليج أرى فريق أشتانا يلعب مع الفرق الأوروبية. المهم أهم المدن كاراكاندي، بيتروفالوفسكي، أورالسكي، العملة الدونغ، الديانة 65% إسلام، 26% أرثوذكس، أرثوذكس يعني مسيحية بس هنالك مذاهب أرثوذكس هذه تبع المسيحية يعني، 9% ديانات أخرى، اللغة الكازاخية 65% منهم يتكلمون الكازاخية والباقي يتكلمون الروسية بما أنها كانت سابقا تابعة للاتحاد السوفيتي. نسبة القدرة على الكتابة والقراءة 99.5%، جيد جدا. ودي باش اسم البلد جمهورية مولدافيا، تاريخ الاستقلال 27/91، نظام الحكم جمهوري، المساحة 33,843 كيلومتر مربع، العاصمة شيزيناو، أهم المدن دوباساري، تيراسبول، العملة ليو، الديانة أرثوذكسية شرقية 98%، يهودية 1.5%، والباقي ديانات أخرى أو معتقدات أخرى، اللغة المولدوفية والروسية، القدرة على الكتابة 99.1%، يعني كازاخستان أحسن. الموقع توجد مولدوفيا في شرق أوروبا، يعدها من الشمال والشرق والجنوب أوكرانيا، ومن الغرب رومانيا. الشريط الساحلي لا يوجد لأنها دولة داخلية. أعلى نقطة تيلول باليستي 430 متر، أدنى نقطة نهر دنستير 2 متر، السطح ستيبس منعدر جنوبي تدريجي حتى البحر الأسود، المناخ شتاء معتدل صيف حار ساخن. شاهد علم هنا جمهورية مقدونيا، اسم البلد استقلال 8 سبتمبر 1991، كان الكل يستقل. نظام الحكم جمهوري، المساحة 25,000 كيلومتر مربع، العاصمة سكوبجي، أهم
الشيطاني أو المقدوني، الديانة الإسلام، أرثوذكسية شرقية، اللغة مقدونية ألبانية ولغات أخرى. القدرة على الكتابة والقراءة 96%. الموقع في جنوب شرق أوروبا، يعدها من الشمال سربيا وكوسوفو والجبل الأسود يعني مونتينيغرو، ومن الشرق بلغاريا، ومن الغرب ألبانيا، ومن الجنوب اليونان. الله أكبر. الشريط الساحلي دولة داخلية. أعلى نقطة هي غولام كوراب 2764 متر. أدنى نقطة نهر كارادار 50 متر. اسم البلد إمارة ليخنشتاين، ليخنشتاين أو ليخنشتاين، لكن اسمها أظن هو ليخنشتاين. تاريخ الاستقلال 23 جانفي 1719. نظام الحكم ملكي دستوري. المساحة 160 كيلومتر مربع، ولهذا ما عاد استعمرها يعني في أجبر. العاصمة فاتوس. أهم المدن ديرسين سيشان. العملة الفرنك السويسري. أوكي. الديانة كاثوليكية 90%، بروتستانت 7%. بالنسبة لي قلنا الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس هما مذاهب المسيحية للذي لا يعرف. اللغة الألمانية. بما أنها الألمانية إذا تنطق ليختنشتاين. ليختنشتاين. القدرة على الكتابة 100%. ألمانيا حبيبي. الموقع في وسط أوروبا بين النمسا من الشرق وسويسرا من باقي الجهات. الشريط الساحلي هي دولة داخلية. على نقطة فوردر كروسبين. المهم معلومات ما تهمش. ننتقل إلى دولة أخرى. شيء مشهورة يعني لاتافيا أو ليتوانيا. في القديم لما كانت تابعة لروسيا للاتحاد السوفيتي، من بعد انشقت أصبح اسمها لاتافيا، وهي الآن عندها اسم جديد هو ليتونيا، مش ليتوانيا، ليتونيا، لأنه كان إستونيا في الشمال ليتونيا في الوسط واتحدها ليتوانيا. المهم جمهورية لاتافيا أو ليتونيا. تاريخ الاستقلال 12 أكتوبر 1991. نظام الحكم جمهوري، يعني على حسب معلوماتي كان هنالك حركات تحرر كبيرة في 91 يعني، فأصبح الانشقاق والاستقلال موضة. نظام الحكم جمهوري. المساحة 64589. العاصمة ريكا. أهم المدن جوكمالا، سلاسبياس. العملة لات. الديانة مسيحية. اللغة لاتافية 58%، والروسية 37 وش يعني الصرف اللي قاعد هذاك. القدرة على الكتابة 99.8. الموقع تقع في شرق أوروبا، يعد من الشمال إستونيا، ومن الغرب بحر البلطيق، ومن الجنوب ليتوانيا، ومن الجنوب الشرقي بيلاروسيا أو روسيا البيضاء مثل ما تعرف، ومن الشرق روسيا. شريط ساحلي 498 كيلومتر. أعلى نقطة كايزناكلا. آخر دولة هي دولة لوكسمبورغ. لوكسمبورغ، لوكسمبورغ عندي فكرة عليها، هي الدولة اللي فيها يعني الدولة اللي فيها أكبر نسبة الدخل الفردي، فيها أعلى نسبة، يعني اللي يحب يعمل خميرة يروح لوكسمبورغ. اسم الدولة لوكسمبورغ العظمى. تاريخ الاستقلال 1839. عن هولندا. نظام الحكم ملكي دستوري. المساحة 2000 كيلومتر و500. العاصمة لوكسمبورغ. أهم المدن تيكيرش، ويلتس.
عاصمة لأوروب. الديانة كاثوليكية 87% وبروتستانت 13%. اللغة اللوكسمبورغية الألمانية والفرنسية، لأنها يعني دوك نقول لكم الموقع، القدرة على الكتابة 100%. المواقع توجد في غرب أوروبا، يعدها من الشمال والغرب بلجيكا والبلجيكيين يعني، ومن الشرق ألمانيا ومن الجنوب فرنسا. بلجيكا يعني هي إمارة سابقا كانت إمارة تابعة، ليست تابعة لفرنسا، ولكن كانوا يتقاسمون نفس الإيديولوجي ونفس التفكير وهيك، أنا لا يتكلموا الفرنسية مثل فرنسا. لهذا يعني لوكسمبورغ، لديهم اللوكسمبورغية اللي هي اللهجة المحلية، والفرنسية والألمانية على حسب يعني المناطق مثل سويسرا. الشرق الساحلي لا يوجد لأنها دولة داخلية. المهم فيها بركة. Next step في الإنتاجات. أوكي، أتمنى أن